بانت سير يسميه الناتو سام 22، نظام دفاع جوي روسي ذات الحركة، دخل الخدمة عام 2012. التسليح مدفعان رشاشان عيار 30 ملمتر، معدل إطلاق النار في كل مدفع 2500 طلقة في الدقيقة، السرعة الابتدائية للمقذوف 960 متر بالثانية، المدى الأقصى 4 كيلومتر، أقصى ارتفاع للهدف 3 كيلومتر. أما الصواريخ المستعملة فرأسها الحربي يزن 20 كيلوغرام، وسرعتها القصوى 3.8 ماخ، ومداها 18 كيلومتر، أقصى ارتفاع للهدف 15 كيلومتر.